بسم الله. الحمد لله باري الأنام خالق الإنس والجان منزل التوراة والإنجيل والقرآن مرسل الرسل بالبيان والتبيان رافع منارهم في الملوان والصلاة والسلام التمام الأكملان على الدور التاج من خاتم العدنان وآله وصحبه كل الفضل سات الأعلام. وهذه قراءة في سير النبلاء الأعلام للعلامة الحبر الجهبذ الذهبي ابن قيماز الإمام بإسناد شيخنا النميري غفر الله له ولوالديه ومشايخه من شعشع القمران إسلام ابني سعيه وأسد بن عبيد. قال يونس بن بكير وجرير بن حازم عن ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة معذرة الله ما أمين. إسلام إسلام من؟ ابني سعيه وأسد بن عبيد. نعم. عن شيخ من بني قريظة أنه قال هل تدري؟ طبعا هؤلاء بسم الله والحمد لله وصلي اللهم على نبينا ومصطفاه وآله وصحبه ومن ولا. طبعا هذا ثعلبة وأسيد ابني سعية هكذا بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة وفتح الياء المثنى التحتانية، وأسد ابن عبيد بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة التحتانية وسكون الياء المثنى التحتانية. هؤلاء أيها الكرام الفضلاء، وهم من في قصة هنا ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل في إسلام هؤلاء، وقد جاء في ذكر إسلامهم ما سيذكر علينا الآن، وفيها قصة لابن الهيبان وهو أيضا رجل من يهودي أهل الشام وقد كان سببا في إسلامهم. نعم. الله عليك. عن شيخ بن بني قريظة أنه قال هل تدري عما كان إسلام ثعلبة وأسد ابني سعية وأسد بن عبيد نفر من هدل؟ لا، لم يكونوا من بني قريظة ولا نظير. أسد ولا وأسيد؟ بن عبيد. لا، هنا وأسد هنا بالنسبة أسيد ابن سعية وأسيد ابن سعية، هو هكذا أسيد هداك هو اللي هو إيش اللي هو أسد ابن عبيد. ولذلك السهيلي في الروض الأنف لما تكلم على ضبط أسيد قال راويا عن إبراهيم بن السعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني، هذا حفيد الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، عن ابن إسحاق طبعا معروف في سيرته راويته المغازي، قال أسيد بن سعية بضم الألف بضم الهمزة همزة القط، وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق وهو قول الواقدي أسيد بفتحها، ورجح ذلك الدارقطني رحمه الله قال وهذا هو الصواب ولا يصح ما قاله إبراهيم عن ابن إسحاق. وسعية هو أبوهم ويقال له ابن العريض، ويقال له ماذا؟ ابن العريض. طيب، أما بالنسبة للثاني إذن إما أن تقول أسيد وإما أن تقول أسيد، والدارقطني رجح أنها أسيد وثعلبة هما ابني سعية. طيب بعدين أسد بن عبيد، نعم أسد بن عبيد هذا بالنسبة للطبري لما تكلم طبعا الطبري في تاريخه عنده طبعا اللي هو تاريخ الأم والملوك
وابن عبد البر في الاستيعاب لما تكلم عن أسد بن عبيد القرظي وأسيد وثعلبة ابن سعية قال وهم نفر من بني هدل بفتح الهاء وسكون الدال المهملة من بني هدل ليسوا من بني قريظة ولا النضير لكن هم بنو عم القوم هم بنو عم إيش القوم وجاء في الروض الأنف أن هذا هؤلاء الثلاثة هم الذين نزل فيهم قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون هذا بالنسبة لضبط الأسماء وضبط الأنساب نعم الله عليك لم يكونوا من بني قريظة ولا نضير كانوا فوق ذلك قلت لا قال إنه قدم علينا رجل من الشام يهودي يقال له ابن الهيبان ما رأينا خيرا منه فكنا نقول إذا احتبس المطر استقي لنا فيقول لا والله ابن الهيبان هذه تسمية بالصفة فنقول قطن هيبان يعني منتفش الهيبان اللي هو القطن اللي هو ليش المنتفش الهيبان هو المنتفش فنقول قطن هيبان يعني منتفش وخفيف ولذلك يقول ذو الرمة تمج اللغام الهيبان كأنه جنى عشر تنفيه أشداقها الهدل دلالة على إيش إنه يعني معناها إن الهيبان هنا بمعنى ماذا بمعنى الخفيف الهيبان هنا بمعنى ماذا بمعنى الخفيف طيب طيب هنا وإيش معنى هالكلام معنى هذا الكلام قالوا الهيبان هو الراعي والهيبان قيل هو التراب وقال أكل يوم شعر مستحدث نحن إذا في الهيبان نبحث وقالوا الهيبان هو الزبد الذي يخرج من أفواه الإبل وقالوا هو الزبد الذي يخرج من فم البعير ويسمى اللغام كما جاء في قول ذي الرمة هذا ذكره صاحب تاج العروس الزبيدي وقال هو لغام البعير تمج اللغام الهيبان كأنه جنى عشر تنفيه أشداقها الهدل جنى عشر اللي هو يعني يخرج في عشر شهور اللي يكون طبعا كم مدة الحمل عند الإبل يا شباب تسعة أشهر شيخ لا لا 12 شهر 12 شهر من 9 إلى 10 شهور لا تقل الخبر هذا انه بقول انا اقول يعني قريب كان هذا من يعني حمل الابل من 9 شهور الى 10 شهور التسعة اشهر هو الانسان طبعا هما حمل البعير هنا رعاكم الله قال ربنا عز وجل واذا العشار عطلت يعني لما توصل إلى عشر شهور يفرح بها أهلها وينتظرون مولدها وينتظرون ماذا وينتظرون مولدها لكن عامة
هي فترة 12 شهرا، لكنما توصل لعشر شهور يفرح بها أهلها وينتظر ويحافظون عليها استعدادا لماذا؟ أنها ستبدأ في الولادة بعد ذلك. وإذا العشار عطلت، وأحيانا تصل إلى أيضا رعاكم الله 13 شهرا و14 شهرا. هذا بالنسبة لحمل الناقة، بالنسبة لحمل ماذا؟ لحمل الناقة. طيب نرجع الآن لما نحن فيه رعاكم الله. إذن لما قال تمج اللغام الهيبان كأنه جنى عشر تنفيه أجداقها الهدل، إذن لما يخرج في عشر شهور، ممكن يخرج في عشر شهور زي الطفل يخرج في سبع شهور، يكون مثل الرمانة الصغيرة، يعني كأنه ينشق عن مثل القز، ينشق عن مثل ماذا؟ القز. هذا بالنسبة لمثل هذا، ومنها هذا الذي الهيبان هو أيضا، واسمه هيبان هو صحابي أيضا من أسلم، ويروي عنه ابنه عبد الله. طيب نكمل إن شاء الله. نعم برضو يا شيخ لو سمحت ممكن أعقب على الكلام الشيخ. أنا سمعت برضو مولود الابن يقول يتأخر في المشي، غير مثلا الماشي أو الغنم، يعني قصدي إنه على طول بعد الولادة يمشي، لكن الإبل مولود الإبل يعني يتأخر في المشي، صحيح؟ لا بالعكس، لا لا أبدا بالعكس، هو أيضا يسعى بمجرد أن ينزل من بطن أمه، لكن ممكن تكون المسألة نسبية بينه وبين بقية الدواب، لكن لا هو يمشي أيضا، لكن تكون هنا ممكن مقارنة بينه وبين بقية الدواب، لكن هو يمشي أيضا، لا ما يتأخر، ليس مثل الطفل البني الإنسان أنه يحبو كذا وننتظر فترة لكي يمشي، لا مباشرة هو يقوم على قوائمه ويتبع أمه. نعم الحيوانات لو ما مشيت حتى تاكل يا شيخ. نعم نعم وش يعني؟ نعم بل يقولون أيضا، يعني هذا صغير الناقة هذا، يقولون بعد نصف ساعة من ولادته يمشي ويركض بعد عدة ساعات، رأيتم؟ ويركض بعد عدة إيش؟ ساعات. وهذا هو رعاكم الله، هذا هو المشاهد إن شاء الله. نعم، لكن ممكن يكون مقارنة بينه وبين الغنم وكذا، ممكن يكون دول أسرع، لكن كلهم في وقت يكاد يكون متقارب إن شاء الله. نعم فكنا نقول إذا احتبس المطر استسقي لنا، فيقول لا والله حتى تخرج صدقة صاعا من تمر أو مدا من شعير، فنفعل فيخرج بنا إلى ظاهر جرتنا أو حرتنا يا شيخ. أيوة حرتنا صحيح، فوالله ما يبرح مجلسه حتى تمر بنا الشعاب تسيل، قد فعل ذلك مرة ولا قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين. فلما حضرته الوفاء قال يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، قلنا أنت أعلم، قال أخرجني نبي أتوقعه يبعث الآن في هذه البلدة مهاجرة، وإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرية، فلا يمنعكم ذلك منه ولا تستقن إليه. ثم مات. زاد يونس بن بكير في حديثه فلما كانت الليلة التي افتتحت فيها قريضة قال أولئك الثلاثة وكانوا شبانا أحداث، يعني الصغار يا معشر يهود، يعني هذا الذي كان شبان يعني
حدثاء الأسنان، يعني صغار في أسنانهم. نعم. يا معشر يهود، هذا الذي كان يذكر لكم ابن الهيبان، قالوا ما هو؟ فقالوا بلى والله إنه لهو بصفته. ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالهم وأهلهم، وكانت في الحصن، فلما فتح رد ذلك عليهم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. انتهينا من المجلد الأول يا شيخ في أعلام بفضل الله. خير عظيم، الله جزاك الله خير يا شيخ، يبارك ويحسن لكم النية والذرية والخاتمة، واجعلنا في هذا المجلس متبعين لا مبتدعين. وصلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.